مشاهدين متتبعي بي سبورتس، اهلا وسهلا ومرحبا بكم. تحياتي للزملاء في الاستوديو محمد صعدون الكواري. وجهتنا اسبانيا واقليمها كاتالونيا، اف سي برشلونه بعد لحظات يلتقي فريق مانشستر يونايتد بكل الارقام التي تمهد للعبور المتجدد المتكرر لرفقاء ليونيل ميسي لابولجا الى سيمي فاينل دوري الابطال. تشكيله اليونايتد لحراسه المرمى يلعب اليوم دافيد دخيا، 4 على اليمين فيل جونز، رقم 18 يونغ، رقم 2 ليندلوف. والكره تتهيأ مره اخرى عن طريق بول بوجبا، بوجبا يطول كره، ميسي كره في الانطلاق، تمشي كره البيستولير ولويس، لويس سواريز من اجل اهدافه في عام 84 لعبت له مره اخرى من ميتس. بينما هنا كره خطيره وفرصه قريبه لفريق بدايات والعبره بالخواتيم، يمشي بالكره مارسيال، اسباسيال مارسيال، مارسيال يشوط وديف ب 3-0. ثنائيه الجراندي براين روبسون وهدف ثالث من ستيفان دون. بالايقاف عن مباراه سيمي فاينل في حاله التاهل، عنده انذار، الراسيه والدفاع والكره راشفورد 10 لينجارد 14 يعملوا في شغل كبير والكره طويله وبعيده من بوب. 90% من اهداف الشياطين الحمر في المسابقه الاوروبيه هذا الموسم جات خارج اولد ترافورد. من ليونيل ميسي باس ممتاز، صعبه في التحضير والكره في الدفاع والحكم قدامك والفار يحكم فيها لحد الان ما يناديوش للحق. 1-0 فما الفار، فما الفار. حق سيد برشلونه، اعتقد الاعاقه موجوده، اعتبر الركله موجوده والحكم في سمولينج واللمسه مع فريد، كونتاكت كان مع فريد في 94. 4-0 للكتالوني، خطيره والتسديده والحارس يتصدى. الحار في دور الثمانية 2015-16 كان عند الراس من في جونز، كانت في الطريق للبيستولير ولويسان يمشي ميسي في بلوش ايش عمل كوره ولا اروع. ليونيل ميسي يسجل هدف جديد بعاداته في مرمى الانجليز. شوف الكوره هيا الشباك بيمتاع والنتيجه 1-0. يهرب مره ثانيه ويحط الهدف الثاني، ويحط الهدف الثاني. يا مجنني يا مجننهم، يا معذبني يا معذبهم، يا مهبلني يا مهبلهم. خلاص انتهت الريمونتادا لمانشستر يونايتد، لا ريمونتادا ولا والو. خلاص كتب التاريخ رقمه وكتب التاريخ اسمه وكتبت الشامبيونز عنوانها. البارسا في نصف نهائي بعد غياب السنين. خطأ آخر يا ميسي. هذه صورة الهدف، هذه الصورة من صورة الإبداع. 1-2 مشى فيها فارة، حط الكورة في الركن يركنها بجاذبية نيوتن وبناء تعيين ثالثة بعين رابعة بشكل آخر بتفكير آخر. هو الأرجنتيني تونسيك بدوره تأهل مانشستر. كرة الثالث، كرة الثالث، ماذا يحدث في استاد هذا؟ واحد كيقول لي الحق راسه يتشق. الآن ايديك تتشق يا دي. الكرة الأولى للبارسا مع بداية الشوط الثاني. المباراة سهلت برشا في ظل هذه الأفضلية. أوسيو ترافورد، ترجع كرة خطيرة، كرة ملعوبة وضعت الكرة على لينغارد، حط الكرة عن طريق لويس سواريز، يلعب ليونيل ميسي وكرة كادت تكون الهدف الثالث. كادت تكون الهدف الثالث من ليونيل ميسي. 96,000 للمرة الرابعة هذا الموسم على آخر استاد الكامب نو. اكيد بكوتينيو كوتينيو 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 ممتازه وكريس مارتن ليونيل ميسي يعطي باس كره ممتازه خطيره وركنيه جديده رفن ولاعبي خبره موجودين في الاحتياط اليكسيس سانشيز عن جونس مسكين سيبو 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 عف عليه يمشي بالكره ليونيل ميسي ليونيل ميسي حاول ميسي ينتغير والكره تمشي مره اخرى وفي خطا للارجنتيني خطا للارجنتيني ليونيل ميسي ربي مدد في عمرك الكروي يا ارجنتيني ربي مدد في انفاسك الكرويه يا ميسي بعدك انت الكره هديه للأورجواني لهز الشباك الرصيه التي لم تاتي وغابت مارسيال عدى مارسيال يوزع كره يربح ركنيه اخرى لمانشستر يونايتد وين الراس يضرب كره بالراس خطيره فرصه وكره ضاع اليسار ترجع من جيراب بيكي من ممتازه وكره وسجل في البريمير ليج على فكره 69 هدف برمانات كره خطيره ضايع خطيره وملعوبه ليونيل وميسي مر يحط الكره كوت يتقدم سواريز والكرة من ميسي في خطأ في فاول واضح ضد لويس في خطأ واضح ضد لويس كرة لتبديل الفارق ممكن الآن ممكن تبديل الفارق عرضية ماذا يفعل فرصة خطيرة أهدرها بول بوجبا أهدر أحد أخطر الكرات النادرة لنادي مانشستر في هذا اللقاء والكرة ترجع كوتينيو يلعب كوتينيو Che golazzo è principe Philippe Coutinho Che golazzo الهدف الثالث للبرسا عالمي البرازيلي يسجل المرة الثانية في مرمى مانشستر يونايتد في 10 لقاء ليه ضد المانيو والاثنين كانوا في اوروبا واحد مع ليفربول في الاوروبا ليج وهذا الثاني هو الاروع هذا الثاني هو الاحلى هذا الثاني فينومينال في مباراة فيستيفال الان تفتح لكرنفال الكتالوني 3-0 شوف ليونيل ميسي يعطي كرة ممتازة ترجع الكرة من جوردي ألبا يمشي فيليبي يضرب كوتينيو كرة في السقف حنوا عليك يا جونز الكرة الهدف الرابع وفيليو قريق دائري يضرب كرة للرابع خطيرة والرابع مرت سلامات خرجت سلامات يا مهبني يا ليونيل ماذا تصنع أيام عجب أيام عجاب ميسي يستعرض من جديد والكرة ترجع للرابع وينطلق رقم 4 ويضرب وما يضربش يتعب مستقبله مضمون يمشي ميسي المجنون حط الكرة واحدة في اثنين قبل هدف هو هدف أرجوكم هدف هي هدف لينغارد حاول الشوط لينغارد ممتازة كانت ممتازة من لينغارد المحاولات النادرة بين الذهاب والإياب في مجموعة 118 جول في دوري الأبطال وأحسن هداف في مانشستر الحالي يدخل في دقيقة تقريبا 80 في مباراة منتهية عثمان ديمبلي الفرق محاولة تبديل الفارق والدفاع لبرشلونة وفي خطأ في فاول تعتمد الصافرة الألمانية لفيليكس اللقاء يتواصل وسواريز مهدد بالاقصاء لا ادري لماذا هذه العصبيه